قالت صحيفة The Economist إنه بعد 7 سنوات من القتال في اليمن أصبح ذوي الصواريخ الاعتراضية صوتا مألوفا في السعودية، لكنه كان صدمة بالنسبة لسكان الإمارات الذين أصابتهم هجمات من الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. وفقا للصحيفة فقد أصبحت هجمات جماعة الحوثي الشائعة في السعودية التي تسقط الصواريخ والطائرات المسيرة كل أسبوع تقريبا، لكن كانت هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون الإمارات بنجاح، وهو ما يعكس غضبهم من الانقلاب المفاجئ في ساحة المعركة باليمن. وقالت المجلة إن هذا يضع أمام الإمارات خيارا صعبا، إما التراجع والسماح للحوثيين بالسيطرة على مدينة مهمة أو المخاطرة بمزيد من الهجمات التي يمكن أن تلحق أضرارا حقيقية باقتصادها.